قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير نشرته إن سوريا باتت تؤوي كمية هائلة من الأنقاض الخرسانية تقدر بنحو 40 مليون طن بفعل الحرب ومن بعدها الزلزال. كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية إعادة تدوير الركام الخرساني للمباني المدمرة في سوريا ليتحول من جديد إلى خرسانة تستخدم لإعادة بناء سوريا. هذا ونقل التقرير عن باحثين أن إعادة تدوير الدمار الخرساني قد يوفر عند البدء بإعادة الإعمار عمليات نقل المواد الخام وما يلحقها من تكاليف. كشف المدير العام لمؤسسة الدواجن سامي أبو دان أن 80% من مربي الدجاج في مناطق سيطرة النظام خرجوا من العملية الإنتاجية بسبب الخسائر، وحذر أبو دان من كارثة قد تطول قطاع الدواجن في سوريا ما لم يتم إيجاد حلول لارتفاع تكاليف الأعلاف والوقود وغيرها من المستلزمات، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف رفعت أسعارها ولم تعد تغطي أكثر من ربع احتياجات مؤسسة الدواجن والباقي يؤمن من السوق السوداء والقطاع الخاص. أشعل مزارعون في بلدة سرغية بريف دمشق النيران في بساتينهم اعتقادا منهم أن ذلك يحمي مزروعاتهم من موجة الصقيع التي تشهدها المنطقة، وبيّن أحد المزارعين أن هذه الطريقة تساعدهم على رفع درجات الحرارة في الجو لمساعدة الأشجار والمزروعات على تفادي موجة الصقيع بأقل الخسائر الممكنة. بدوره علق مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة أن إشعال النيران والإطارات ملوث للبيئة ولا يساعد في تعديل درجات الحرارة إلى الحد المطلوب، كما أنه يسبب أضرارا صحية للمواطنين. أعلنت وزارة التربية في دمشق أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل فروعها للعام الدراسي الحالي بلغ 583,234 طالب وطالبة في مناطق سيطرة النظام، وكانت مديرية التربية في طرطوس قد فصلت نحو 600 طالب من طلاب الشهادتين في عدة مدارس بمزاعم ترك مدارسهم والتوجه إلى الدروس الخصوصية. اتهمت شركة لافارج الفرنسية العاملة في صناعة الإسمنت اتهمت أجهزة المخابرات الفرنسية باختراق فرع الشركة في سوريا خلال الفترة التي مولت فيها لافارج تنظيم الدولة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المدير التنفيذي السابق للشركة الفرنسية برونو لافون قوله: إنه من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية والتي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحية بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم، مطالبا بسماع عدد من مسؤولي الدولة الذين اطلعوا بدور مهم وقاموا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة، إلى جانب مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية لإظهار الحقائق على حد تعبيره. قال المكتب المركزي للإحصاء في هولندا إن أكثر من 35,000 طالب لجوء وصلوا إلى البلاد خلال العام الماضي، معظمهم سوريون. وذكر مكتب الإحصاء أن هناك أكثر من 12,600 شخص وصلوا إلى هولندا عام 2022 يحملون الجنسية السورية، أي بمقدار الثلث من العدد الكامل لطالبي اللجوء، ما يجعل السوريين مرة أخرى أكبر مجموعة طالبي لجوء يصلون إلى هولندا على مدار الأعوام الماضية. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها من دير الزور.